إلى الكاتب الكبير حلم النمنم وزير الثقافة. خلقنا الله سبحانه وتعالى لكي نعيش الحياة ونصر على أن نعيشها، ونصر على أن نواجه دعاة الموت، نواجههم بكل شيء. تواجههم قواتنا المسلحة الباسلة في سيناء، وتواجههم وزارة الداخلية في خنادقهم التي يختبئون بها، ونواجههم نحن بالفن والثقافة والإبداع. والمجد لمصر والشعب المصري، وتحيا مصر. شكراً. الجمهور الكريم صاحب هذا الحدث الكبير، الكاتب الكبير حلم النمنم وزير الثقافة، السادة الوزراء، السادة السفراء، الجمهور الكريم، أهلا وسهلا بكم في الدورة الخامسة لمهرجان القبول الدولي والفنون التراثية. نسعى في هذه الدورة للتأكيد على أهمية التواصل مع كافة شعوب العالم، وكما تعودنا سنبدأ الاحتفال بحوار القبول من أجل السلام ومشاركة كل الفرق الموجودة واللي احنا متعودين عليها الورشة الدولية.